اهلا بيكو. احنا دلوقتي وصلنا للمحاضرة اللي هنتكلم فيها على الاونلاين كرييشن. في الكورس بتاعنا بتاع الكرييشن اند كيوريشن فور تيتشنج، احنا ابتدينا نتكلم الاول على يعني ايه الكيوريشن وايه المصادر اللي ممكن نعمل منها كيوريشن، وبعدين اتكلمنا على offline creation لما جبنا سيرة الأوفيس applications وجبنا سيرة الفيديو creation. المفروض احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة بقى ان طيب نطلع بره الكمبيوتر بتاعنا ونطلع بره المكان بتاعنا ونحاول نشوف الابليكيشنز اللي موجودة اونلاين، وهي الحقيقة كتيرة. هنتعرف على حاجات بسيطة منها ممكن نخلق بيها material. ميزة الحاجات الاونلاين ان هي already built in فيها الفانكشن بتاعت ان هي شيرابل، موجودة already على النت، فانت لما تعملها سهل جدا ان انت تبعتها لحد او ان انت توريها لحد من خلال الانترنت، سواء ما تعملها بوستنج بقى على فيسبوك، تعملها بوستنج على ويب سايت او whatever، زي ما هنتكلم في المحاضرة بتاعت الشيرنج ان شاء الله بعد كده. المهم احنا دلوقتي عايزين نبتدي نروح نتكلم ونشوف ايه الكرييشن تولز اللي نقدر نعمل بيها حاجات اونلاين وتفضل اونلاين، وممكن ننزلها معانا برضو على الكمبيوتر وتبقى اوفلاين بعد كده. مش كلها عندها الامكانية دي، لكن بيبقى لطيف لو نزلناها عشان لو احتاجنا نستخدمها اوفلاين. المهم اول حاجة في الاونلاين تولز الاوفيس تولز. الاوفيس زي ما قلنا قبل كده مع بعض، احنا اغلبنا يمكن كتير مننا متعود على المايكروسوفت اوفيس، لكن في اوفيس تولز موجودة بيلت ان اونلاين. على فكرة برضو من باب الامان العلمية المايكروسوفت اوفيس اوريدي في منه فيرجن نازلة اونلاين اسمها اوفيس 365، ودي بتدي امكانيات جميلة جدا وبيلت ان فيها الامكانية بتاعت ان هي اوريدي شيرد ان هي ستورد في الكلاود ستورج. لما نيجي نتكلم اول حاجة تخطر في بالي، ودي اللي انا بستخدمها بكثافة شديدة جدا، هي الجوجل درايف. اي حد عنده اي حد عنده جوجل اكاونت، جوجل ايميل، بيبقى عنده جوجل درايف جزء اساسي من الباكج اللي هي ببلاش. باي ديفولت انت لك 15 جيجا تعمل لهم ستورج على جوجل درايف. بما ان احنا هنا مش في سبيلنا ان احنا نتكلم على الكلاود ستورج، فانا كل اللي يهمني من موضوع جوجل درايف ده ان احنا ممكن نستخدم الاوفيس تولز بتاعته، وده الاهم الحقيقة بالنسبة لي، او على الاقل بالنسبة لموضوع المحاضرة بتاعتنا دلوقتي. هنلاقي من الاوفيس تولز عندنا ممكن نعمل وورد بروسيسنج، عندنا من الاوفيس تولز نقدر نعمل بريزنتيشنز، وبمناسبة البريزنتيشنز، البريزنتيشن انتوا بتشوفوها دلوقتي شغالة على الجوجل بريزنتيشن. صحيح انا كنت قلت قبل كده انها اتعملت على ليبرا اوفيس، بس انا رافعها على جوجل برزنتيشن وبفرقه عليه من هناك. وجاست ان كيس اهي اول ما خرجنا منها هي موجودة اوريدي على الويب، ودي اصل البرزنتيشن بتاعتنا. انتوا شايفين معايا دلوقتي انا بقلب على جوجل درايف على السلايدز بتاعته، وادي السلايد اللي احنا كنا عندها، وادي جوجل برزنتيشن، وادي السلايد اللي بعديها. فانا اقدر اعمل editing واشتغل عليها اونلاين زي ما بقدر اعمل لها presentation اونلاين زي ما انتم شايفين دلوقتي.
طيب نرجع نكمل اللي بعد البرزنتيشنز. نقدر نعمل سبريد شيتس برضو اللي هي زيها زي الاكسل في المايكروسوفت اوفيس، ونقدر نعمل ايفن حتى رسومات وغيرها. انا عايز اخش معاكم بسرعه نشوف ازاي نقدر نعمل الاوفيس، نستخدم جوجل اوفيس قبل ما نتكلم على البلوجز ان شاء الله. فعلشان كده هنخرج من هنا وهنروح على جوجل درايف. لو انت مش فاميليار بازاي توصل له، جست اكتب drive.google.com لو ان انت عندك جوجل اكاونت. لو ما عندكش جوجل اكاونت، انا الحقيقه بنصح ان انت تعمله، حتى لو مش هيبقى ده البرايمري ايميل بتاعك، في امكانيات كتيره او ممكن تاخدها من الجوجل اكاونت، يا ريت لو نقدر نستفيد بيها. المهم وانس دخلنا على drive.google.com، الجوجل درايف هيظهر لنا حاجة زي كده. هنا دي الحاجات اللي انا عامل لها ستورج، لو تلاحظوا دي بعض البرزنتيشنز وبعض الفايلز التانية اللي انا حطيتها وفولدرز فانترفيس الى حد ما عامل زي اللي بتشوفه على الكمبيوتر بتاعك، لكنه بيزد ان انت بتشوفه من خلال الويب براوزر. بنيجي نعمل نيو، وبعدين نيو هيقول لنا عايز نيو ايه، فولدر ولا ابلود ولا انا هختار نيو جوجل دوك. اول ما هدوس عليها هيفتح لي انترفيس عامل زي الانترفيس بتاع الوورد بروسيسورز بالظبط، ونقدر نبتدي نكتب عليه. ادي مثلا بنكتب ونقول اوكي. عايز تغير بقى زي ما بتعمل على الاوفيس بالظبط، الاوفيس تولز العاديه اللي انت متعود عليها، تعال هنا وغير دي من نورمال تكست، خليها تايتل او هيدنج 1 وهيدنج 2. الكلمه دي عايز اعمل لها بولد اهي، والكلمه دي عايز اعمل لها ايتاليكس برضو اهي، والكلمه دي عايز اعمل لها اندرلاين. ادي الاندرلاين اوكي. تقدر طبعا بقى تغير الفونتس وتغير التكست تايب، الفونت، السايز، يعني من الاخر امكانيات زي اللي بتلاقيها على الاوفيس بتاعك تقريبا بالظبط، وكلها متاحه وموجوده. بتعمل الدوكيومنت دي وتطبعها او تنزلها بعد كده بالطريقه اللي انت عايزها. عايز انزلها كمايكروسوفت وورد دوك ولا اوبن دوكيومنت فورمات. اوبن دوكيومنت ده اللي هو الليبر اوفيس والاوبن اوفيس، ريتش تكست فورمات، بي دي اف، بلين تكست اند سو اون. فتقدر كمان تعمل لها داونلود بالشكل اللي انت عاوزه. نوت تو منشن بقى موضوع الشيرنج، وده هنجيله ساعة ما نتكلم في الشيرنج ان شاء الله في محاضرة الشيرنج. طيب يبقى انا كده شفت ازاي ممكن اعمل نيو دوكيمنت من زيها زي اللي هي بنسميها هنا، بفتح وورد بروسيسور واعمل الوورد بروسيسنج من خلال الجوجل اوفيس. يا ريت لو تبقى تجربها وتشوف بتعمل فيها امكانيات شكلها. تاني حاجة بعد النيو دوكيمنت انا ممكن ادخل واقول له نيو جوجل شيت. اللي فيكم فاميليار بالمايكروسوفت اكسل او اي او اي ابلكيشن من اللي هي سبريد شيتس بتعمل تيبلز زي اللي قدامنا، بروبابلي بالنسبه له دي مش هتبقى غريبه. فاحنا ممكن نعمل 1 2 3 4 5 اوكي، ومن هنا نحط بقى اللي احنا عاوزينه. وهنزود ارقام و نقدر بقى بعد كده نعمل عليها حاجات مختلفة زي ان احنا نجمعها مثلا اوكي سم كل ده زي بالظبط ما بتعمل على المايكروسوفت اكسل، وممكن تترسم لو عايزين نرسمها نطلع من وراها نطلع من وراها تشارت اوكي. نقدر نعمل الشارت دي رسمة بتورينا توزيع الأرقام
اللي احنا كتبناها مع 1 2 3 4 5. طبعا انا لن يتاح الوقت ليا من خلال الكورس ده ان انا اوريك ازاي تستخدم سبريد شيتس، بس انا حبيت اوريك ان تقريبا كل الامكانيات اللي انت بتستخدمها على الاوفيس مايكروسوفت اوفيس موجوده على برضو الجوجل اوفيس. يجي بعد كده السلايدز. السلايدز طبعا دي هي اللي بنعمل بيها برزنتيشنز. ادي بيتفتح لك انترفيس زي بتاع الباوربوينت وهنكتب عليه، وبعدين باي وهنقول له انسرت نيو سلايد اهو. السلايد الجديدة هتبقى الفورمات بتاعها مختلف، تقدر طبعا تتحكم في الفورمات وتكتب اللي انت عاوزه وهكذا، وتقدر بعد كده تقوم عامل له ايه بريزنت، يقوم فاتح لك البرزنتيشن. ادي السلايد الاولانيه وادي السلايد الثانيه، وكده خلصنا السلايدز بتاعتنا. طيب انا بحب بس يعني اوريك ان ده موجود، وانا كنت قلت لك ان في كمان حاجه بتعمل عليها صور. خش بقى انت وجرب من هنا من المور، هتلاقي ايه جوجل دروينجز، وفي شويه حاجات تانية لو انت انترستد تقدر تبتدي تدور عليها، ومنها الجوجل فورمز اللي هنتكلم عليها بعدين لما نيجي نتكلم على الكويزز ان شاء الله. فانا كده بسرعه دلوقتي اديتك فكره عن ازاي تستخدم بعض الاوفيس تولز باستخدام جوجل. فاضل حاجه عايز اوريها لك وهي ما يسمى ببريزي. بريزي ده ابلكيشن ممكن تنزلها اوف لاين وتشتغل بيها، بتدفع لها فلوس عشان تشتغل. المهم ان انت تقدر تعمل اونلاين اكونت باستخدام فيسبوك او باستخدام جوجل اكونت، وتدخل تشتغل على بريزي ده. بريزي الحقيقه بيدينا امكانيات لطيفه في ان احنا نخلق برزنتيشنز، والبرزنتيشنز دي يعني مشهوره حاجه بريزي ان هي فيري يعني انترستنج. فهنا مثلا كانت برزنتيشن انا عاملها عن تكنولوجي اهي مثلا. طيب ادي ديجيتال كونتنت فور تيتشنج، ادي البرزنتيشن كنت عاملها مره على بريزي. يمكن انا مشكلتي مع بريزي ان بريزي لازم يشتغل اونلاين، ما ينفعش يشتغل اوفلاين الا اذا طبعا اشتريت الابلكيشن. لكن طبعا مع ذلك ان البرزنتيشنز بتاعت بريزي فيها شيء من اللطافه، وبيديك انيميشنز لطيفه، وطبعا برضو بعض الجرافيكس اللي ممكن تكون مفيده. فهنا لو ابتدينا مع بعض، تعالى خش معايا، ادي كونتنت كريشن كيوريشن مش عارف ايه، يبتدي يطلع ويدخل على اللي بعده. ادي السي سي كوبيرايتد ماتيريال، وتقريبا الى حد ما الكلام اللي احنا قلناه. انا بس مش عايزك تنسى ان العالم فيه اكتر من المايكروسوفت اوفيس. ده الهدف الرئيسي الحقيقة من الجزء ده من المحاضرة، وهو ان لا مش كل الاوفيس تولز لازم استخدم لها مايكروسوفت اوفيس. بالعكس، ده في ابلكيشنز تانية وممكن تكون ببلاش تعمل لنا حاجات زي حاجة مايكروسوفت، او لو بتعمل برزنتيشن مثلا ببريزي. بريزي بيدي امكانيات مش موجودة على مايكروسوفت اوفيس. طبعا انا طولت عليك، لكن ارجو ان الحتة دي تكون واضحة، لان برضو assignment ان شاء الله في assignment نستخدم منها جوجل اوفيس علشان تورينا شغل وتورينا ان انت بتعرف تستعمله. لو عجبك خير وبركة اهو موجود، ما عجبكش يبقى ادينك اتعلمت حاجة جديدة. اخر حاجة برضو بالنسبة للpresentations بتاعت مايكروسوفت بتاعت جوجل اوفيس، انت ممكن بتنزلها في صورة مايكروسوفت presentation powerpoint presentation وتشتغل بيها اوفلاين لو عايز باي شكل من الاشكال.
طيب معلش داني ان انا طولت عليكم المره دي. هنكمل مع بعض المحاضره بتاعتنا الفيديو الجاي، ونبتدي نتكلم على البلوجز، ونتكلم على شويه حاجات تانية ان شاء الله تلاقوها مفيده معاكم. اشوفكم على خير.